هي مرتبطة باللي حضرتك كنت بتقوله من شوية، إنه كيف نستفيد لصالح الأعضاء والجماهير باسم النادي الأهلي ونجاح بالزبط. هذا الاسم وجماهيريته بشكل الأمثل بالزبط. ده مرتبط ارتباط مباشر بفكرة. وقبل ما نخرج حتى المالية برضو عقد البث، يعني يعني العقد البث بقيمته، يمكن جماهير النادي الأهلي جزء كبير منها كانوا يتمنوا إن مباراة النادي تذاع على قناة النادي الأهلي، على الهواء تذاع على قناة النادي. كان الفرق العائد للنادي فرق كبير جدا، اللي هو صب في مصلحة النادي اللي انت هتصرف بيه على ملف رياضي وكرة قدم وانشاءات وكرة في حالة انها لا تذاع بشكل مباشر. في حالة انها لا تذاع. كويس ان حضرتك بتوضح النقطة دي، ان دي نقطة جدلية في الشارع الرياضي كان الناس بتتكلم عنها. الفرق كبير جدا اللي هو احنا فضلنا مصلحة النادي فيه في الجزء ده. ان هو العائد اللي هيخش النادي اللي هيصرف برضه. طيب وهل ده ما يضرش يعني البعد التاني اللي ممكن حد هو بيسمع حضرتك يسأله دلوقتي؟ احنا عندنا تطلعات لقناة الاهلي، وقال عنها كابتن الخطيب كمان في الانتخابات بيعكس رؤيته ورؤية مجلس الادارة، ان قال النادي الاهلي ده كيان كبير وده اغنى نادي في مصر، وقال هذه المؤسسة بتمنى ان شاء الله انا واعضاء القائمة اللي بتخوض الانتخابات معايا، الكلام على لسان كابتن الخطيب، ان هذه القناة تصبح افضل قناة رياضية في مصر وواحدة من افضل القنوات في الوطن العربي. ده الناس بتبني عليه حسابات كتيرة وتطلعات كتير، ألا يؤثر هذا البعد الخاص بالحسابات المالية على مستوى الجودة اللي احنا بنتمنى تحقيقه في القناة مستقبلا، ولا ممكن ده يحصل بشكل حاجة واحنا بنشر دلوقتي قاعدين في قناة النادي الأهلي؟ التطوير بدأ في قناة النادي الأهلي، في تطوير كبير بدأ، وفي في مراحل جاية المفروض مراحل دي قريبة جدا. طبعا حضرتك عارف ان في مجلس امناء ومشكل من زملاء من اعضاء مجلس الإدارة وبقيادة كابتن محمود الخطيب ومتواجدين في القناة. في بعض التطويرات اللي حصلت بالفعل. وفي حاجات كتير قوي اللي هي برضو طموحاتنا اعلى من كده بالنسبه لقناه النادي بتجري دراستها حاليا، وحتى البعد اللي هو بتاع اذاعه الماتشات على الهواء، ان شاء الله بعد كده اكيد هيوجد لها حلول. بعد كده بعد المراحل دي اكيد مستقبلا يعني اللي بيحصل ده كمان مرحله. لكن حضرتك بتقول للناس ان لسه الفتره الفتره اللي هي اللي احنا فيها بعد البس اللي اتعمل لم يكن ما كانش قدامك غير كده، ان ده افضل نتيجه للمرحله، افضل الحلول. انما تطوير القناه يعني في حقيقه احنا بدانا بالفعل، بدا استوديو تحليلي الكابتن سعد عبد الحفيظ وهو يعني من قيادات النادي الاهلي، وده النادي الاهلي برضه يعني انا شفت في النادي الاهلي كابتن سعد عبد الحفيظ على الرغم انه سايب اداره الكره، وزي اللي قاعد مع كابتن محمد يوسف بالساعات يعرفه كل حاجه جوه جهاز الكره، كانه ما زال مع الجهاز الفني. ده حب بقى للنادي الاهلي وانتمائه للنادي الاهلي. يعني هنا بس عشان ناخد عنوان منشات للاستاذ طارق اندي، حضرتك بتقول لسه عمليه التطوير في القناه بدعم من مجلس الاداره بدأت هي بدأت بالفعل واعلن عنها، لسه في مراحل لكن في مراحل قادمه، وانه مستقبلا كمان قضيه اذاعه المباريات على الهواء مباشره بتجري دراستها وفي في العقود اللي بعد كده بقى ان شاء الله. لكن في عقد البث اللي هو اللي اتعمل ده افضل شكل ماليا، افضل شكل مالي. لكن البعد في دماغنا ان احنا طبعا ان لكن إن نوصل لافضل شكل، لكن كحلول حاليا مع الفرق اللي كان كبير جدا في العائد، لا كان الافضل مصلحه النادي الاهلي. دي اتضحت النقطه دي. لكن بشكل عام عن القناه، حضرتك بتؤكد ان مجلس الاداره حريص على توفير كل الدعم الفني والمالي واللوجستي لها في الفتره الجايه، وان عمليه التطوير هتستمر، وانها في الاساس دايما بتعتمد على زي جزء من كل الاله الاعلاميه اللي النادي الاهلي شغال فيها. هناك عندك الموقع، الموقع تم الاتفاق قريب كان بيتعمل مزايده مع شركه تتولى تطوير الموقع. عندك السوشيال ميديا، يمكن صفحه النادي الاهلي على الفيسبوك اكتر من حوالي وصلت لحوالي 20 مليون تقريبا، 20 مليون متابع. على تويتر في 3 مليون وحاجه، على 12 مليون الرقم بيقولوا لي زملائي، 12 مليون متابع. جمعت كله مع يعني التواصل، التوسع في فكره التواصل اعلاميا مع جماهير النادي في كل مكان بالظبط، وان الاعلام بتاع النادي الاهلي ان شاء الله هيليق بالنادي الاهلي. بس حقيقة هو التقنيات الجديده احنا اسرع الحمد لله ان احنا نصل اليها ونستخدمها. ان شاء الله هيحصل، ان شاء الله ان شاء الله نشهد ده على